ناس كتيره جدا كان عندها اشكاليه في تواجد محمد شريف في النادي الاهلي كمهاجم صريح. وعزيزي عايز ارد عليك رد بسيط جدا. السؤال ده انا سالته المدرب عندنا، كان واحد صاحبي بيلعب فروق التسعه، كنت بسالك كابتن الراجل ده بيلعب فروق التسعه ازاي؟ الراجل ده اساسا بيبقى هداف المنطقه كل سنه ازاي؟ انا عايز افهمها. الراجل ما بيعرفش يلعب كور عاليه ولا بيعرف يستلم بظهره، فهمنا يا كابتن عشان انا خلاص قربت برج من دماغي ده يطير. قال لي الموضوع سهل وبسيط، الراجل محظوظ ومجتهد وربنا بيكرمه ونيته سالكه. قلت له انت ما بتلعبش الحاجات دي بس؟ قال لي والله يا ابني الحاجات دي تفرق جوه الملعب اكتر من حاجات كتير جدا بتكون عند لعيبه مواصفات مهاجم، وبتلاقيهم جوه الملعب منحوسين والكوره بتخبط في اي حته وما تروحش في المرمى. دول افيد ولا ان انا احط عيل ربنا بيكرمه قدام الجون بيشوط الكوره بترجع له تاني، الكوره بتجيله على خط الجون وبيحطها، ضربات جزاء بيخش يسجلها، راجل مجتهد وربنا بيحبه ولسه راضي عنه، انا لعبه اساسي ولا لعب واحد تاني؟ ده اللي بيحصل مع شريف حرفيا في النادي الاهلي، واحنا عايزين شريف يفضل دايما عنده السلكان وعنده الاجتهاد ده، والحظ الحمد لله رب العالمين، الراجل عنده منه كتير جدا.